في خطوة مفاجئة أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية تعليق كل اتصال لها أو تعاون مع السفارة الألمانية في الرباط وكل المؤسسات الألمانية التابعة لها. وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة وجه رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أوضح فيها بأن أعضاء الحكومة أكدوا هذا القرار بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا وقضايا أساسية تهم المملكة من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، داعيا جميع القطاعات الحكومية المغربية إلى وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية. هذه النشرة مستمرة لكن بعد فاصل قصير، وفيها المعارضة حددت شروطا لقبول أردوغان يسعى لإطلاق خطة تستهدف وضع دستور تركي جديد.